يا مساء الخير، اهلا بيكم حبايبي. برج الجوزاء لازم يطلع محتار اعمل ايه ولا ايه. انت الحيره يعني انا اعتبرها ايه؟ اسلوب حياه بالنسبه للجوزاء. لا، اسلوب حياتك يعني ما تحاولش ان انت تغيره. اول حاجه، الجوزاء بعد الشهر او خلينا نقول ممكن تكون الطاقه دي عدت زي ما قلنا، او ما زال بيمر بيها او حاسس بيها الجوزاء، اللي هو يا دين النبي انا بتقطع. بصوا، لا خلاص بقى، انا تعبت، انا يئست، ايه كل ده؟ انا محاط يعني بشيء من الاغبياء، يعني محاط بكل شيء صعب وسلبي، وكل حاجة بعافر فيها، بعافر في كل حاجة، كل حاجة محتاجة مني. يعني لو أنا المفروض أبذل يعني 10 في 10 يعني مجهود، معايا أنا لازم أبذل 100. طب ليه؟ كتير يعني، حاسس إن هو خلاص أرهق واستنفذ وتعب. أوكي؟ طيب، بالراحة كده على نفسكم واحدة واحدة. الإحساس ده لا يفيد ومش هيفيدنا بأي حاجة خالص تماما. إنك تقعد في الأرض وتعيط على نفسك وتعيط على حالك، لا 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 سوري، ده مش هينفعنا بحاجة خالص تماما. أنت محتاج تعمل فريش ستارت، والفريش ستارت دي هتحصل بحالة واحدة بس، وكارت أهو. بصوا، اجري اجري ظهرك واجري. شوية المشاكل يا جماعة لازم تتحل. لا لا لا، مين قال كده؟ مش لازم كلها تتحل. اعتزل ما يؤذيك يا حبيبي. ركب الناقة وشرخ، اشرخ، امشي. صحابك عامل لك مشاكل، اهلك عامل لك مشاكل، مش معنى ان كده انك تقطعهم طبعا. امشي. اللي عايز يتخانق يتخانق، انتوا بقى ايه كملوا خناقة لوحدكم واحكوا لي اللي حصل، او يا ريت ما تحكوليش، مش عايز اعرف اصلا. فانا انت ممكن تشوفه هو مش هروب، الكارت ده مش هروب، لا 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 لا، ده I need my peace. انا ابتديت اخرج من نفسي، ابتديت يعني ابتديت انسى نفسي خلاص. فلا، انا بعمل كده عشان انقذ نفسي. ابعد ابعد، صحابك عاملين مشاكل، بيعمل لك مواضيع، شغلك فيه مشاكل، حتى خد اجازه، امشي. تمام، امشي. لا كده كتير قوي عليك. كويس، فانت لو مشيت هتبتدي تحس الدنيا ابتدت تهدى، وابتديت انت تستقر عقليا وتستقر نفسيا، وتبتدي تستعيد توازن بقى. اوكي، وابتدي بقى اعمل الديفنس بتاعك. انت هنا ضعيف جدا يا جوزاء، انت ضعيف، انت ضعيف، انت لا قادر تفكر ولا قادر تتصرف ولا قادر تدافع. تمام، انت محتاج الفصلة دي عشان تبتدي بقى ايه، ترجع لهم بقى، تعالوا لي بقى، تعالوا لي بقى، مين انا عايز ايه. تمام، فانت محتاج الفصلة دي، افصل، شيل الكوبس كده شوية. تمام، وهترجع تدافع كويس جدا، وهتظبط امورك حلوة قوي 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 كمان، ما شاء الله عندك جادجمنت. بص، ده الكارت ده اللي ظهر عند الثور، قلت لكم انه بيقفل مسألة كانت قرفاه اهو، تحت بعض، نازلين جايين تحت بعض. انت هتحسم الموضوع ده خلاص، انتهى انتهى، ومش هرجع له تاني، ومحدش يفتح الموضوع ده معايا تاني، او محدش يدخلني في الموضوع ده تاني. ففي خلاص قرار بيتاخد من الجوزاء، اند اوف، جيم اوفر، خلاص جيم اوفر، انتهى الموضوع. تمام، وزي ما قلنا ده كمان معافي. الجوزاء اللي كان بيعاني من اي حاجه نفسيه او جسمانيه، تعبان من حاجه معينه، الكارت ده جادجمنت كمان بيوحيني بصحوه، خلاص بيفوق بيتعافى، ان شاء الله بيكون كويس جدا. كويس، في كمان عندك ايه بقى؟ بصوا ما شاء الله، كمان ويل اوف فورتشن، في تطور او في حركه في حياه الجوزاء دلوقتي، ان الامور اللي كانت متعطله اللي انت كنت بتشتكي منها، كل حاجه واقفه، كل حاجه فيها معاناه، كل حاجه فيها مشقه، المواضيع هتبتدي يبقى فيها انسيابيه شويه. تمام، خلينا نقول ان شاء الله الموضوع ده هتبتدي تحسه نهايه الشهر. ايه ده؟ هتتحرك اهي. عارفين ليه؟ عشان انتوا اتصرفتوا صح. انتوا ما قعدتوش
تحاطه بالطاقه السلبيه وانه انت فاشل او انت مش هتنجح او انت هتعمل ايه، وعمالين يشيلوا هموم ومشاكل وقرف. ابعد ابعد، روق، تمام، جهز خطه الدفاع بتاعتك كويس جدا جدا، ساعتها هتبتدي تظهر قدامك الحلول، وبالتالي العجله هتمشي، تمام، الامور اللي كانت واقفه هتبتدي تتيسر وتمشي وتتحرك في اتجاه طبعا احسن، تمام. طيب كوينز، عندنا هنا الكارت ده انا بيوحي لي بحاجات، انه ده يعني حافظ على اللي معاك، تمام، انا بتكلم في الماده بقى دلوقتي، على اللي تملكه، اللي بيفكر يبيع، تمام، او بيفكر برضه يشتري حاجه فانت بتضحي بفلوس برضه. فانا بشوف الكارت ده بقول اجيبه البيع والشراء الشهر ده، حافظ على اللي معاك دلوقتي، يمكن يكون البيع يسبب خساره او الشراء ممكن يكون مش وقت، ممكن كمان شويه تشتريه بسعر احسن او اي حاجه احسن، تمام. الكارت اللي مشهور حافظ على اللي معاك كويس، وبرده نقتصد، نحاول ان احنا نحوش لو نقدر، تمام. عندنا 8 اوف وانز، على بدايه الشهر الجاي، بدايه شهر 7 الجوزاء هيبتدي يبقى عنده افكار كتير قوي 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 قوي، وده برده نتيجه ان الامور ابتدت تتحرك، تمام؟ فهيبتدي يبقى عنده افكار كتير قوي وابداعات كده، وابتدى يشوف الصوره بمنظور احسن، اوكي؟ او خليني اقول لك المعنى الادق، ابتدى يشوف اختياراته، ايه ده؟ ده انا عندي اختيارات، ده انا طلع عندي الاوبشن ده وانا ما كنتش واخد بالي، بالظبط المسج دي بالظبط كده، ايه ده؟ انا كان عندي الاختيارات دي وانا ما كنتش عارف، ازاي انا كنت حمار كده؟ ازاي انا ضيعت الوقت ده كله؟ بس تفتكروا الجوزاء هيختار كده على طول؟ لا طبعا، هيهات يا جماعه، ده انا هقعد بقى اتفرج عليهم، اخد ده ولا ده؟ طب ده؟ لا 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 مش ده، طب اعمل ايه؟ طب بس اصل ده ممكن يبقى فيه، فاهمين انتوا بقى الروشه اللي هو فيها دي؟ مش عارف ياخد قرار، بس اللي يهمني انك انت ابتديت تشوف الاختيارات اللي عندك، ايه ده في حلول، ايه ده الموضوع ده كان ممكن يبقى حله كذا، فان ان ان اللمبه دي نورت عندي، حلوه جدا، احسن يعني حاجه حلوه قوي. اختيارك بقى دي مرحله ثانيه نبقى نتكلم فيها، بس خليني ادي لك نصيحه يا برج الجوزاء، لان الكارت قدامي موجود والرساله واضحه، ما اقدرش ان انا يعني ان انا يعني اعديها. ذا هاي بريستس هنا بحيل ايه؟ عشان تقدر تعمل اختيار صحيح محتاج ان انت تتواصل روحانيا. التواصل الروحاني ده عامل ازاي؟ اول حاجه تخطر في بالك على حسب ديانتك طبعا، الصلاه، صلي، اطلب من ربنا نور بصيرتك، ايه الاحسن لي يا رب؟ اختار لي انت، دورني انت، صلاه، تواصل، تمام؟ دي هتلهمك، هتلاقي نفسك لوحدك كده بتميل لاختيار ما، تمام؟ فاشتغل على روحانياتك قوي. كمان الكارت ده بيوحي بالاحلام، انه الحمد لله وانتم ما شاء الله الحمد لله بتصلوا اوريدي وبتعملوا الحاجات دي كلها وعملاتكم ما شاء الله ماشيه كويس جدا. الاحلام، انتبه للاحلام، لو جه لك حلم معين بيديلك اشاره، خد دي استعمل الحل ده هيبقى بالنسبه لك كويس. هيبقى هو ده ان شاء الله الاجابه بتاعه الحيره اللي انت فيها، تمام؟ عموما في الاخر الحمد لله ان بقى قدامك اختيارات انت ممكن تختار منها، عكس ما بدينا الشهر خالص حاله الياس اللي انت بتبتدي بيها اول شهر، هتبتدي الامور عندك تتحسن كتير قوي قوي قوي. القراءه بقى العاطفيه لبرج الجوزاء، نشوف الجوزاء عاطفيا اخباره ايه. اللي شايفاه انه الجوزاء عنده هنا 7 اوف كوينز، شايف ان هو ممكن يكون متراخي شويه، وده ممكن بسبب الحاله اللي هو كان فيها في اول الشهر، ان هو تعبان مل يعني خلاص تعبان يائس، تمام، فهو حابب بقى يريح، مش قادر يبذل مجهود في العلاقه، خلينا نقولها كده بالشكل ده بالظبط، مش قادر يبذل مجهود في العلاقه. الشريك الناحيه الثانيه انا شايف ان هو بيمده بامل، يعني على قد امكانياته وعلى قد ما ربنا يقدره، لا
بيمدك بالامل، بيمدك بحلول وافكار. طب ما نعمل كذا، طب ما نشوف كذا. ده في حد ذاته يا جماعه سبورت، حاجه كويسه. الجوزاء نفسه في ايه؟ ده ماجيشن. الماجيشن بيوحي ببدايه جديده، ممكن تكون حياه جديده، او خلينا نقول انه ده ماجيشن. ناخد ممكن ناخد المعنى الحرفي للكارت، السحر، ان هو حابب يبقى معاه عصا سحريه، اوب قلب الدنيا كلها، غير حياته اصلا على عقب، ويبقى عنده هو القدره انه يعمل كده. دي الحاجه اللي ممكن تكون شغله بين الجوزاء وبيفكر فيها دلوقتي. زي ما قلت ممكن بالمعنى الحرفي ان هو في غمضه عين كل حاجه تتصلح او تتغير او تمشي زي ما صار هو عايزه، او زي ما قلنا بدايه جديده او فرصه جديده تجيله. يعني مفيش حاجه صعبه يا حبيبي، مفيش حاجه بعيده. لو انت عايز بدايه جديده، لو احنا بنتكلم بدايه جديده في العلاقه بتاعتك، يس يو كان دو ذات. ممكن جدا تبتدي مع شريكك وتبتدوا تظبطوا الحاجات اللي انتوا عايزين تظبطوها. وانا بالنسبه لي ابسط حاجه وابسط طريقه للموضوع ده هي الكوميونيكيشن، التواصل. تمام، وهقول لكم ليه انا قلت كلمه التواصل دلوقتي. طيب الشريك الجوزاء نفسه في ايه؟ نفسه الحاجه اللي تعب العلاقه خلاص تخلص بقى. واضح ان الكابل ده يعني مر الفتره اللي فاتت، ويمكن ما زال بيمر بازمه في العلاقه، فيها مشاكل، فيها سلبيه، فيها عدم تفاهم. يمكن ده يكون الكيس بالظبط، او ممكن يكون زهقان. فهو نفسه جادجمنت ده انه خلاص نقفل بقى الصفحه القديمه ونبتدي صفحه جديده. الكارتين ادوني نفس المسج على فكره يا برج الجوزاء، انت وشريكك في نفس المكان. انت عايز بدايه جديده، هو عايز يقفل الصفحه القديمه ويبتدي من الاول، فمش صعب خالص، الموضوع في ايدينا. الجوزاء شايف شريكه ازاي؟ عشان كده بقول لكم بقى التواصل. انت شايفه بيهرب، او مش بيواجه، او مش واقف معاك صح، او مش مديلك، او بيتجنبك. تمام، بيهرب. طيب شريكك بقى شايف الناحيه الثانيه ان هو بيديلك السبورت اللي يقدر عليه، يعني يدي امكانياتي، وده اللي انا بقدر، ده اللي انا بعمله يعني، وهو بالنسبه له كده عامل اللي عليه. بس انت مش شايف ده، انت شايفه بيهرب. تمام، فاظهر طريق التواصل. حبيبي حبيبتي، يعني انا عايزه جنبي اكتر من كده، انا عايز احس ان انت تدعمني اكتر من كده، او بتدعميني اكتر من كده. لازم يفهم، لانه مش فاهم، هو فاكر ان هو يعني فل هو عامل اللي عليه زياده، في حين ان انت مش شايف ده. اقصر طريق الكوميونيكيشن، ستريت لاين، واحد بس بلطف كده وبالراحه وبالجميل. تمام، شريكك بقى شايفك ازاي يا برج الجوزاء؟ شايفك طفول، معنى الكرت هو مش معناه الاهبل، لا هو معناه طبعا ممكن تكون شخصيه طيبه جدا وعفويه جدا، ممكن تكون يعني حاجات صغيره قوي يعني هي اللي بتسعدك، يعني مش محتاج يبذل مجهود قوي عشان يبسطك، لانه هو عارف ان حاجات قليله قوي بتبسطك، فبالتالي الشريك الناحيه الثانيه يبتدي يبذل مجهود اقل، لان هو عارف ان حاجات صغيره قوي بتخليك تابريشيت. دي حاجه حلوه جدا جدا يا جماعه، بس برضه لازم نعمل تشالنج شويه للشريك، يعني ممكن نعلى شويه بسقف التوقعات لو حسينا ان في تراخي بقى، انه الشريك بياخد الحاجات السهله بيستسهل. تمام، فهو شايفك كده، انا كشفته لك، هو شايفك حاجات قليله قوي بتساعدك، وممكن اضحك عليك كلمتين والدنيا هتعدي. طيب شخص طيب، ارجوكم ما تاخدوش الطيبين فور جرانتد، ما تاخدوهمش بالمحمل، ده الطيب ده بالعكس ده المفروض تديه اهتمام اكتر. ممكن يكون معناه حاجه تانية كمان، ان هو شايفك يا برج الجوزاء انك انت بتغامر كتير جدا، بيبقى خطر قدامك وما بتنتبهش، وده برضه شكل من اشكال العفويه والطيبه يعني. عموما هو شايفك بصوره كويسه. بس لو هي دي الكيس، انك انت حاجات قليله بتسعدك وهو بدا يريح، لا ابتدي تشغله شويه. تمام؟ كويس، الطاقه ما بينكم لا فيها عطاء، فيها حب.
تزيد او تنقص، او الموضوع النسبي ده اللي هو انا خلاص انا عملت عليا، انا حاولت ادي لك حلول، انا خلاص كده. لا 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 مش خلاص كده، فانت قول انا محتاج كذا، فيبتدي هو يشتغل عليه. تمام، بس هو عنده استعداد للعطاء وعنده استعداد ان هو يبتدي بدايه جديده، او ان هو يساعدك تقفل الصفحه القديمه اللي كانت تعبك دي. الشهر ده بيمر حلوه قوي ما شاء الله، يعني يمكن اكون انا سبب ان نبتدي نتواصل، فبالتالي نبتدي نعمل لبعض اللي احنا عايزينه، فبالتالي نوصل للسعاده دي. تمام، طبعا ده شكل من اشكال الرجوع للناس اللي انفصلوا، اللي هيسالوني بيرجعوا وبيقعدوا وبيبقى رجوع كمان حلو، يعني فيه فرح فيه احتفال. تمام، بعدين شهر 7 و8 او من يعني نص 7 لنص 8، انا شايفه ان الامور يعني عارفين اللي هو فرحه البدايات بتبتدي تنزل شويه، فنبتدي بقى في حاله ترابص. هي بقى هتعمل ايه؟ هيعمل اللي انا عايزه ولا مش هيعمله؟ هتعمل اللي انا عايزه مش هتعمله؟ هي بتتكلم معايا